خلال هذا المعرض تم التعريف بآلية التشغيل والفرص التي توفرها كل المديريات للمرأة من أجل التكفل بها وتكفل ووضعها في قاطرة الاقتصاد والتنمية المحلية. كذلك أيضا نحاول أن نبرز مهاراتها من خلال التعريف بنشاطاتها. هذا اليوم أيام تحسيسية وتكوينية لهذه المرأة في من مستوى كل أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة برامج المرأة الريفية على المستوى المحلي.